للحديث عن التطورات في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال معنا من أمستردام عبر سكايب الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ ماهر حجازي، وعبر الهاتف من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا الأستاذ ضياء الشمري. أبدأ معك أستاذ حجازي، وزيرة خارجية فرنسا تؤكد أن غزة أرض فلسطينية وليس من حق إسرائيل تقرير مصيرها، يعني كيف تقرأ هذا التصريح الفرنسي وهذا الموقف اللافت، يعني إضافة إلى تصريحات مشابهة لمسؤولين أوروبيين في بريطانيا وغيرها؟ نعم، بداية تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين. يعني هذا الموقف الفرنسي هو يأتي بعد 3 أشهر من هذه الحرب العدوانية وجرائم الإبادة الذي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا داخل قطاع غزة المحاصر. يعني موقف الاتحاد الأوروبي واضح من مسألة حل الدولتين، وهو يعترف أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة هم أراضي محتلة عام 67، وهي وفق القانون الدولي هي أراضي تعتبر أراضي فلسطينية، وبالتالي موقف الفرنسي هو موقف منسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي من مسألة أن قطاع غزة والضفة الغربية هي أراضي محتلة عام 67 وهي أراضي فلسطينية. ولكن هذا أيضا يعكس تغيير في الموقف الأوروبي. يعني بشكل عام هناك تصريحات من الطبقة السياسية هنا في أوروبا بدأت تتغير في اتجاه رفض هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة بحق أبناء شعبنا، وهناك دعوات حتى في الموقف الفرنسي أصبح هناك شيء من التغيير ما يصرح به الرئيس الفرنسي في موضوع أنه عندما يتحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يطلب منه وقف هذا العدوان والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية التي يحتاجها أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. وبالتالي اليوم حرب الإبادة التي يشنها هذا الاحتلال الإسرائيلي، بالتأكيد هناك مواقف دولية بدأت يعني بعد 3 أشهر ترى أن هذا العدوان هو ليس مجرد دفاع عن النفس كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي، وإنما هي حرب إبادة وحرب يعني يشنها هذا الاحتلال الإسرائيلي ضد البشر والحجر داخل قطاع غزة. وأعتقد يعني استمرار الاحتلال الإسرائيلي رغم حرب الإبادة هذه. أستاذ حجازي اسمح لي، أستاذ ضياء الشمري، موقع إكسيوس يقول إن خارجية الاحتلال أرسلت برقيات إلى سفاراتها في مختلف الدول لحشد الضغط الدولي، لحشد التأييد الدولي ضد دعوى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية. أستاذ ضياء، ما أهمية هذه الخطوة ضد الاحتلال، هذه الدعوة، دعوى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ما مدى أهميتها وإلى أي مدى تخيفه؟ السلام عليكم بالبداية وتحياتي للجميع. حقيقة هذه الدعوة بدأت بها من الدول الأوروبية والدول المتضامنة مع الكيان ومع الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية سنة 1967. هذا الأمر واضح، ولكن هنالك شكوات دولية ايضا من الدول الأفريقية، شكوى قدمتها الى الجناية الدولية لارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية. هي تحشد دولة إسرائيل، تحشد ضد هذه القرارات، هي لا تكون بصالح إسرائيل بالضبط. وإحنا نعرف أكو هنالك ازدواجية بالمعايير مع الكيان الصهيوني، هي المعاملة. بس بالنتيجة وبالنهاية أنه المحكمة الدولية يجب أن تقضي بهذه القضايا. أكو هنالك ضغوطات من الدول الأوروبية ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لعدم مرور مثل هكذا شكوى بالجنائية الدولية للتهمة الذي توجهها الدول العالم والانتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه انتهاكات واضحة. هذه الانتهاكات الواضحة أيضا يعني وضمن هذه الدعوة أستاذ ضياء، إلى أي مدى تخطى الاحتلال الخطوط الحمراء يعني بعد هذه الإبادة الجماعية للبشر وتحطيم البنى التحتية؟ هناك عمليات نبش للقبور، يعني حتى الموتى لم يسلموا من هذه الحرب، لم تسلم جثامين الشهداء من سرقة الأعضاء. يعني هذه الجرائم ترتكبها إسرائيل علنا، ما مدى أهمية فضحها وملاحقتها؟
هي مثل هذه الجرائم المعلنة والجرائم الغير معلنة اللي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة هي جرائم انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات ضد البشرية وانتهاكات يعني واضحة كانت أمام مسمع ومرأة العالم كاملة. إذا المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هكذا انتهاكات وبوضوح وانتهاكات مصورة، منها نبش القبور ومنها التجارة بأعضاء البشر المستشهد الذي نستشهد في هذه المعارك من الفلسطينيين، وهذه الأمر يعني خارج عن نطاق الإنسانية. إذا هم كانوا يتحدثون بصيغة إنسانية، هم ناس يعني دولة الاحتلال حقيقة فقدت كل الموازين الإنسانية التي يمكن استعمالها في حالة الحروب. هي قتلت المدنيين وقصفت المستشفيات وقصف كل المسائل التي تتعلق بالمسائل المدنية قصفتهم. لحد هذه اللحظة هي قاعد ترتكب هذه الجرائم ومصممة على ارتكاب هذه الجرائم، وبنفس الوقت هي تحشد ضد هذه القرارات التي ستصدر ضد إسرائيل. نعم، ابقى معي أستاذ ضياء، سوف أعود إليك. أستاذ حجازي، أستاذ ماهر حجازي، يعني الآن هناك دعاوى دولية قضائية ضد إسرائيل، وإسرائيل تحاول أن تحشد التأييد والضغط الدولي من خلال سفاراتها بمخاطبة هذه الدول لكي تضعف من هذه المطالبات الدولية القضائية. يا ترى من وجهة نظرك الآن الولايات المتحدة الآن ما هو موقفها؟ هل تستطيع احتواء هذه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والتي تصفها الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بأنها أخطاء، مجرد أخطاء؟ يعني اليوم هذه الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية هنا في هولندا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا شك أن أيضا المخاوف التي يعني اليوم تعانيها حكومة بنيامين نتنياهو جراء أن يكون هناك قرار من محكمة العدل الدولية، قرار عاجل كما طالبت جنوب أفريقيا بوقف الحرب على قطاع غزة، هذا أيضا سيشكل إحراج للولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر شريك رئيسي وداعم سياسي وعسكري للاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة. عندما تتخذ يعني، وهذا ما نتمناه، أن يكون هناك من محكمة العدل قرار عاجل وفوري بوقف العدوان وحرب الإبادة على أبناء شعبنا داخل قطاع غزة، ستكون الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت على الاتفاقية الدولية والمعاهدة الدولية لمواجهة جرائم الإبادة التي وقعت في عام 48، ستكون الولايات المتحدة الأمريكية مجبرة كونها موقعة على هذه المعاهدة أن توقف في جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا داخل قطاع غزة. وبالتالي هذه الخطوة اليوم في محكمة العدل الدولية وما قامت به جنوب أفريقيا هي خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة هذا الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي ستسعى بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن للحد والضغط في إطار أن لا يكون هناك قرار عاجل وفوري من محكمة العدل الدولية بإيقاف الحرب والعدوان وجرائم الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني. إن علمنا أن هذه الدعوة يعني المكونة من 86 صفحة والتي رفعتها جنوب أفريقيا فيها أدلة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة بشرية بحق شعبنا الفلسطيني، سواء من خلال القتل العشوائي والقصف وسياسة العقاب الجماعي، نتحدث عن 29 ألف شهيد ومفقود من أبناء شعبنا، 70% منهم من الأطفال والنساء، أيضا تهجير والتصريحات والتحريض على قتل وإبادة الشعب الفلسطيني من قبل المسؤولين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية عندما تحدثوا عن رمي قنبلة نووية على قطاع غزة، عندما يتحدث بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي عن سياسة تهجير وطرد الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. كل هذه الدلائل وما ينشر عبر وسائل الإعلام البث المباشر لجرائم قتل وإبادة الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، كل ذلك أدلة مثبتة على هذا الاحتلال الإسرائيلي أنه يرتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. ومن هنا تأتي يعني مخاوف الحكومة إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي على الدوام، هو لا يعير أي اهتمام للمحاكمات الدولية ولا تلتزم يعني الاحتلال الإسرائيلي بأي قرارات دولية، ولكن في هذه المرة هناك مخاوف وفق ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي من تصريحات لبنيامين نتنياهو وغيره، هناك فعلا مخاوف لدى الاحتلال الإسرائيلي وحتى لدى الإدارة الأمريكية التي ستكون مجبرة بكونها موقعة على المعاهدة الدولية
للحد من الإبادة الجماعية ستكون مجبرة على أن توقف الدعم السياسي والعسكري، وبالتالي هذه ليست فقط محاكمة أو دعوة قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإنما أيضا ضد إدارة بايدن التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يفسر ربما أيضا زيارة يعني وزير خارجية بلينكين الذي يزور المنطقة للمرة الخامسة ويزور المرة الرابعة ويزور الاحتلال للمرة الخامسة، هي زيارة تأتي لأنه هناك يعني من الواضح أن إدارة بايدن تجد نفسها في موقف، وضعت نفسها في موقف محرج سواء أمام الدول وأمام العالم وأيضا حتى داخل المجتمع الأمريكي بدعمها لا غير محدود للاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. نعم أستاذ ضياء، إلى أي يعني ماذا عن البؤر الاستيطانية أستاذ ضياء الشمري؟ هناك يعني بؤر استيطانية في الضفة الغربية، إلى أي مدى بات الغرب مهتما بإيقافها كجزء من ضمانات تطبيق القرارات الدولية بخصوص الدولة الفلسطينية التي يعني تتحدث عنها واشنطن؟ حقيقة هناك مبادرات من الدول الأوروبية ودول العالم كلها بأجمعها أنه هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تنتهي فيها إسرائيل ضد الضفة الغربية ومواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكل المنظمات الحقوقية تطالب بعدم استمرار وبعدم دعم إسرائيل بهذه الكمية من الدعم الإعلامي ومن الدعم المادي ومن الدعم الاستراتيجي، حتى تقف إسرائيل عن حدها بانتهاك الانتهاكات لحقوق الإنسان. ولكن إسرائيل هي تحاول وبجهد الإمكان إبعاد وجهة النظر أنه هذه الانتهاكات هي الدفاع عن نفسه. يعني حتى الأمريكان حينما يتحدثون هم يتحدثون الدفاع عن النفس، هذا الأمر بات يعني ماضيا، لأنه إسرائيل هي قاعد تعتمد بقتل الناس، بقتل جماعي للناس، حتى المخيمات التي هي تسكن فيها المدنيين تقصفها وتدمرها، اللي هي الأمريكان نفسهم الأمريكان صرحوا أنها هذه المناطق عدم الاعتداء عليها، ولكن إسرائيل لا تنظر إلى هذه الأهمية لأهمية ما تقوم به. بالوقت الحاضر إسرائيل هي وقعت في مطب لحقوق الإنسان وانتهاكات لحقوق الإنسان في هذه المنطقة، في منطقة غزة والضفة الغربية. نعم هنالك دول غربية وتنادي بحل الدولتين، هذا مطلب. وبعدين حتى ألمانيا، وزيرة الخارجية الألمانية اللي هي كانت متضامنة مع الكيان الصهيوني 100% انحرفت قليلا وقالت تهجير من غزة لا يمكن أن نقبل بها تهجير المواطنين من غزة، وكان هذا التصريح قبل يومين. يعني فرحت فيه وزيرة الخارجية الألمانية بهذه الصيغة، لأنه هذه الانتهاكات التي تحدث في غزة يعني انتهاكات خارجة عن حقوق الإنسان وخارجة عن كل القيم الإنسانية التي ممكن يعتمد عليها المواطن الفلسطيني في غزة. يعني البعض يقول بأن الإعلام الإسرائيلي لا يسلط الضوء على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وكذلك لا يسلط الضوء على الإبادة الجماعية على البشر، ولكن يسلط أحيانا الضوء بل ليس أحيانا دائما على قضية الأسرى لدى المقاومة. أستاذ ضياء، أيضا اسمح لي أن تحول إلى الأستاذ حجازي، إلى أي مدى يتحمل الاحتلال مسؤولية مصير الأسرى الغامض؟ بنيامين نتنياهو وحكومة بنيامين نتنياهو، ولا التحديد بشخصية بنيامين نتنياهو، غير معني بإنهاء هذا الملف، ملف الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة. كان هناك هدنة لمدة 7 أيام، وكان هناك إفراج عن مجموعة يعني أكثر من 100 من المختطفين من النساء ومن الأسرى النساء والأطفال داخل قطاع غزة، لكن وتم هذا بشكل سلس. ولكن بنيامين نتنياهو يعني لم يوافق على الإفراج أو يعني إتمام أو تمديد صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي، وهو حاول، وبالتالي اليوم هذا يعكس وهو يعني واحد من الملفات الضاغطة على حكومة بنيامين نتنياهو، وهو واحد من أهم الملفات التي تشكل يعني اليوم حالة سبب رئيسي في حالة الخلاف والضغط السياسي والخلافات السياسية الداخلية لدى حكومة الاحتلال وعلى المستويات السياسية والأمنية. وهذا الملف هو ملف ضغط، يعني اليوم هناك مطالبات من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة، ويطالبون بنيامين نتنياهو بالإفراج عن
وبإتمام صفقة تبادل الكل مقابل الكل، الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة. لكن من الواضح بنيامين نتنياهو غير حريص على إنهاء هذا الملف، لأن يعني إنهاء هذا الملف هو يعني لن يكون ورقة أو حجة أو واحدة من الأسباب التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو ليواصل جرائم الإبادة بحق أبناء شعبنا. بالإضافة إنه يعني هناك في المحاولات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لما يسميه تحرير الأسرى، قام بقتل 4 من جنود الاحتلال الأسرى داخل قطاع غزة، وهذا أيضا شكل ضغط على حكومة بنيامين نتنياهو على الجيش الإسرائيلي. واليوم المقاومة الفلسطينية بثت يعني شريط لهؤلاء الأسرى الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا جاء بالتزامن مع يعني ما نتج عن يعني التحقيقات، نتائج التحقيقات التي قام بها الجيش الإسرائيلي بأنه مسؤول عن قتل 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة يعني فك تحريرهم من داخل قطاع غزة. وبالتالي من الواضح بنيامين نتنياهو يعني غير معني بشكل يعني بتحرير هؤلاء الأسرى. لذلك يعني المقاومة الفلسطينية نشرت وتواصل نشر مجموعات من الفيديوهات التي هي عبارة عن رسائل من الأسرى داخل قطاع غزة إلى عائلاتهم لتشكيل قوة ضغط أكثر على هذا الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي وصلنا اليوم أن هناك مطالبات باستقالة بنيامين نتنياهو. وبالتالي هذا الملف، ملف الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة، هو ملف يعني خطر بالنسبة لبنيامين نتنياهو، ويشكل ضغط عليه وضغط على الحكومة، وأيضا يوسع الشرخ بين الجيش الإسرائيلي وبين بنيامين نتنياهو. وهناك خلافات اليوم تضرب الاحتلال الإسرائيلي وتبادل للاتهامات فيما يتعلق بما جرى في 7 من أكتوبر، وأيضا يعني انتقادات للجيش الإسرائيلي وما يقوم به داخل قطاع غزة. وبالتالي المجتمع الإسرائيلي السياسي والأمني والعسكري والداخل الإسرائيلي يعيش حالة من التخبط، وحالة من يعني تبادل الاتهامات. وأعتقد هذا أيضا يعني يصب لصالح تقريبا ممكن نتحدث عن وقف هذا العدوان في أي ساعة على أبناء شعبنا. وبالتالي هذه الحالة السياسية الداخلية لا شك تخدم شعبنا الفلسطيني، رغم أن التضحيات كبيرة التي يقدمها شعبنا، ولكن اليوم تخدم التحركات فيما يتعلق بوقف هذا العدوان ووقف حرب الإبادة ضد شعبنا داخل قطاع غزة. شكرا جزيلا أستاذ ماهر حجازي، المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومية الإسرائيلية، كنت معنا عبر سكايب من أمستردام. وشكرا جزيلا لضيفنا عبر الهاتف الأستاذ ضياء الشمري، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا، كان معنا من فيينا.